بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وقول جديد وكل الناس حسنى على شاشة القناة الثانية. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي اعتاد اليهود وأيضا في الجاهلية وقريش بالتحديد صيام ذلك اليوم. ولكن ماذا عن حث نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة بأن تصوم ذلك اليوم؟ قبله يوم أو بعده يوم؟ وماذا عن الصوم أيضا منفردا؟ لدينا الكثير من خلال هذا الحدث، من خلال أيضا نجاة سيدنا موسى عليه السلام، لدينا أكثر من هذا في جواز الصيام في هذه الأيام. هل هو بالفعل يعني نشعر أن احنا آثمين إن لم نصم؟ ماذا عن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ذلك اليوم؟ لدينا الكثير لحضراتكم من خلال هذه الحلقة وهذا اللقاء. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ علي غباشي من علماء الأوقاف، نرحب بحضرتك معنا. أيضا معنا فضيلة الشيخ أحمد المنزلاوي من علمائه الأجلاء، نرحب بفضلتك. ماذا عن ذلك اليوم؟ ماذا عن تاريخ صيام اليهود وفي الجاهلية عن هذا اليوم؟ وماذا عن تجديد هذا الحدث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عظيم لطف الله بعباده أن وهب لهم مواسم للطاعات، مواسم تتضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات، أيام قال عنها حبيب رب الأرض والسماوات: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. نعم. وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، فاسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن رواتكم. نعم. من هذه النفحات الإلهية والفيضات الإلهية للأمة المحمدية أن وهب لهم يوما كيوم عاشوراء، الذي كان أهل الجاهلية واليهود يعظمونه أيام تعظيم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم، أي وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم يعني يعظمون هذا اليوم ويصومونه، فسألوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. نعم. وأغرق فيه آل فرعون. نعم. فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. قال: أنا أولى بموسى منكم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لما صاموا قال: عشان مخالفة لليهود إن إحنا ما نفردش اليوم ده بالصيام، يعني ما نصومش العشر فقط. نعم. قال: لئن بقيت إلى قابل، لئن حييت إلى قابل لأصومن التاسع والعشر. لكنه صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم التاسع مع العاشر. نعم. اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم له فضل، واحنا مش عاوزين السادة المشاهدين يفرط في هذا اليوم. وان لم يكن او ان لم يعد صوم يوم عاشوراء واجبا، الا انه من الحرص الذي ينبغي عليه، حرص على هذا اليوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: اني لاحتسب على الله جل وعلا ان يكفر السنة التي قبله. ونحن في افتقار، وما احوجنا الى ان تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ان الامه بتاعتنا، امه سيدنا النبي، امه ميمونه، امه مرحومه. نعم. يعني يوم، يعني نعم، احنا قبلنا كنا في يوم عرفات، والنهارده او احنا بنتكلم عن يوم عاشوراء، يوم بيكفر سنه ويوم بيكفر سنه. نعم. اعتقد ان فضل هذا، يعني فضل من له فضل طبعا. نعم. الامه بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام اختلف العلماء في تحديده في بعض الاحيان. نعم. ولكن تم يعني تحديده بالفعل في اليوم العاشر من شهر محرم. نعم. ماذا عن هذا الطبق؟ الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تفضلتم، هذا اليوم المبارك سيدنا ابن عباس يدخل عليه أحد الرجال وهو تحديدا عند زمزم، ويعني يلبس رداءه متوسل به كما في رواية الموطأ. نعم. الإمام مالك قال: فسألت ابن عباس عن هذا اليوم فقال لي: أعدد من أول شهر الله المحرم، أعدد تسعا، فاليوم التاسع بالنسبة لابن عباس أنه هو يوم عاشوراء. نعم. واستدل بدليل، ولكن يرد عليه أن العاشر هو يوم العاشر بالفعل، يوم عاشوراء اليوم العاشر. نعم. والأدلة في صحيح البخاري ومسلم
وكان صلى الله عليه وسلم واتت بقى هذه الكلمه على نفس الوزن تاسعاء. تاسعاء نعم. نعم. وهنا يقولون لنا ليش معنى يعني هذا اليوم تحديدا. طبعا هذا الشهر باكمله وبرمته شهر الله المحرم. شهر الله المحرم. نعم. هذا الشهر في روايات يعني يرويها لنا الامام ابن الجوزي والامام عليه رحمه الله الالوسي في تفسيره قال وهي روايات صحيحه وان كان في بعضها ضعف كما دخل عليه صلى الله عليه وسلم احد الشيوخ فساله يا رسول الله أريد أن أصوم شهرا كاملا. وهذا الحديث يروي أبو الشيخ في العظمة كتابه هذا قال عليك بشهر الذي يدعونه المحرم. هذا تحديدا لهذا الشهر. الإمام ابن شاهين عليه رحمة الله بيقول لنا كمان في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه طوال السنة. لابد أن تكون هناك حكمة يا فندم يعني انتقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوسيع. نعم يعني ليه اليوم هذا وهذا الشهر تحديدا؟ جينا نشوف حضرتك أن سيدنا موسى في القرآن قال الله تعالى له ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. حكاية سيدنا موسى أن رب العزة قال له يا موسى لك مقابلة عندي سيكون خطاب وكلام مني إليك في هذه الأيام وتحديدا في شهر ذي الحجة. سيدنا موسى عليه السلام صام وواصل الصيام 30 ليلة ولم يقل 30 يوما وإنما بالليالي. فكان يكثر من الصيام 30 ليلة وسيدنا موسى صائم. في الليلة الأخيرة إذا به يأخذ غصنا من الزيتون ويلوك به أسنانه فيتغير حال الفم فقال ماذا تفعل يا ابن عمران؟ سيدنا موسى ابن عمران قال يا رب أغير رائحة فمي. قال أما تدري أن هذه الرائحة أطيب عندي من ريح المسك؟ زد على 30 عشرة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان الختام في يوم عاشوراء. هذا أول شيء بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام وتلقى فيها التوراة. بعد هذا نجاه الله عز وجل من فرعون من العذاب المهين. هذه النجاة كان لها شكر. الشكر لله عز وجل بأن يصوم يوم عاشوراء. حضرتك تفضلت كما ورد في الإمام مالك كتابه الموطأ والبخاري يرويه عنه قال أن أهل الجاهلية والحديث عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت أن أهل الجاهلية كانوا يصومون هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم عصوا ربهم فدلوا على هذا اليوم. صوموا هذا اليوم فإن الله يغفر لكم. شعروا بالذنب ووجدنا أن هذه العادة كانت في الجاهلية وكانوا يكسون الكعبة ويعيدون في هذا اليوم. نعم. كانت قريش قيل أن قريش أذنبت ذنبا فكانوا يصومون يوم عاشوراء في السنة التي فرضت فيها فيه الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة قبل ما يفرض شهر رمضان أو شهر الصبر يعني. فصاموا عاشوراء. حتى أقول لك أن السلف كانوا يعظمون 13 العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأوائل من شهر الله المحرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الشهر من الأشهر الحرم وتعظم فيه المعصية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فيستحب التقرب في هذه الأيام إلى الله جل وعلا بعمل الصالحات. يستحب الإكثار من الصيام. في بعض الناس تصل حقيقي. تصوم شهر الله شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. وافضل الصيام بعد الفريضه صيام شهر الله المحرم. لما رجل باهلي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ثم لقيه بعد عام فقال يا رسول الله انا الباهلي الذي قابلتك عام الاول. بس النبي لما شافه لقى الرجل يعني ناحل مصفر. فقال ما الذي غير حالك؟ قال والله يا رسول الله ما أكلت طعاما إلا بليل منذ أن فارقتك. يعني كان يواصل الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه ولما عذبت نفسك؟ قال يا رسول الله يعني إن بي قدرة. فأم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم شهر الصبر ويوم كل شهر. قال يا رسول الله زدني إن بي قوة.
قال صم شهر الصوم الصبر ويوما من كل شهر. نعم. قال زدني. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. قال النبي قوة زدني. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. صيام عاشوراء، فضل ذلك اليوم وأيضا أثر ذلك الصيام واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداءنا أيضا بحثه على صيام هذه الأيام سواء قبل عاشوراء بيوم أو بعد عاشوراء بيوم أو حتى منفردا. دعونا نتحدث مع ضيوفنا مرة أخرى ونرحب بهم، فضيلة الشيخ علي قباشي من علماء الأوقاف، وأيضا معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد المنزلاوي من علماء الأجلاء. نعود لحضرتك في هذا الأمر ونتحدث عن مراتب صيام عاشوراء وهذه الصور التي ذكرتها. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضرته لما دخل المدينة فسأل ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عاشوراء قد نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون. نعم. فقال نحن أولى وأحق بموسى منكم. طيب سيدنا النبي لما دخل المدينة دخل في شهر ربيع الأول، قال لك حضرتك النهاردة هو دخل في شهر ربيع بالنسبة لنا نحن كمسلمين في الأشهر التي تعد بالقمر، الأشهر القمرية، إنما بالنسبة لهم كانوا يعدون الأشهر بالأشهر الشمسية، عشان كده كان موافق لشهر المحرم. طيب النهاردة سيدنا النبي صام إيه؟ قال صام يوم عاشوراء، فهذا الصيام الذي صامه سيدنا النبي يوم عاشوراء. بل إنه حضرته كما ورد في البخاري قال من أصبح منكم قد مفطرا فليتم صومه لشدة الثواب الذي يعود على المؤمن من هذا الصيام. عشان كده الإمام مسلم رواية أبي قتادة يقول أحتسب على الله أن من صام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة ماضية. يبقى عندنا ممكن نصوم هذا اليوم منفرد، أو أننا نصوم يوما قبله، أو أننا نصوم اليوم ويوما بعده. يبقى أنا عندي التاسع. أيوة. والعاشر مرتبة هي أكملها طبعا. نعم. اللي هي التاسع والعاشر. التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو العاشر والحادي عشر، هذا أكمل هذه المراتب. أو أننا نصوم العاشر فقط. وده اللي سيدنا النبي صامه. طيب النهاردة أنا عندي استطاعة وعايز أخذ الثواب، لأن سيدنا النبي قال إيه؟ لأن عشت قابل لأصومن التاسع ثنيته أن يصوم والعاشر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى بعدها فلم يصم إلا يوم عاشوراء وحده. طيب هنا بعض الناس يقول لي طب هو سيدنا النبي كان بيصومه على سبيل الفريضة ولا على سبيل إنه بيقلد اليهود؟ لا، ده هو مش بيقلد اليهود، ده هو تأليفا لقلوبهم. وكان يصومه كما كان أهل الجاهلية يفعلون. حتى في الحج كان يحج معهم صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي ما حجش إلا حجة واحدة. لا، الإمام ابن الجوزي وابن حجر العسقلاني في فتح الباري وكان النبي صام أيضا في الجاهلية ذلك اليوم. نعم. يعني نص على هذا مقيم. كان يصوم. نعم. كان يصوم معهم. نعم. وليس من شرعته صلى الله عليه وسلم ولا من منهجه. ولكن كان يصوم تأليفا لقلوبهم. نعم. وكان يحج معهم صلى الله عليه وسلم، فقد حج أكثر من حجة كما نص على ذلك الإمام ابن الجوزي. نعم. وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. إذن سيدنا النبي لما صام يوم عاشوراء. طب أمرنا بإيه؟ أمرنا أن احنا نصوم التاسع والعاشر. طب واحد يقول النهاردة طب أنا هصوم العاشر، معروف أنه هو بيكفر ذنوب سنة ماضية. قلنا وذكرنا نبعن القبل. طب اللي بيصوم قبل ده يعني كده هيطلع؟ لا. قال أن الذي يصوم يوما من شهر الله المحرم يعدل ثواب شهر. وهذا الحديث يرويه ابن شاهين ونص عليه الإمام الألوسي في تفسيره. نعم. أعتقد كلها يعني خير للمؤمن. نعم. كلها فضائل. ونعتقد كما يعني بدأت فضل الشيخ علي قصة مواسم الطاعات، وبالتالي لابد أن يكون هناك إحساس واستشعار بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وبأهمية الصيام. وحينما يشعر بنا نبينا وحبيبنا محمد كلنا نقوم بالصلاة عليه ونحن نؤكد هذه السنة وهذا الحكم من قبل أو هذا الاهتداء لهذا الفضل من أفضل الصيام الحقيقة، خاصة في شهر مقرم مع دعوة نبينا حبيبنا محمد. ماذا عن يعني أخلاقيتنا وأخلاقنا في ذلك اليوم وفي تلك الأيام؟ ما هي موسم من مواسم الطاعات، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبالتالي يأتي هذا الظلم، كيف يكون الظلم ونحن يعني نؤدي هذه الطاعة؟
والله أنا حابب أقول يعني حديث في بشرة للسادة المشاهدين. نعم. هو الأعمال كثيرة في هذه الأيام من صلة الرحم، كثرة التقرب إلى الله جل وعلا بالذكر والتسبيح والدعاء والتهليل وطهارة القلوب قبل كل شيء، لأن ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تفوت على نفسك العمل الصالح في الزمن الفاضل. نعم. ده الزمن يعني بما إن المعصية لها وزر مضاعف كذلك الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الامه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم امه ميمونه امه مرحومه، تشتغل حاجه بسيطه بس الاجر بتاعها مضاعف. يعني تصوم يوم يكفر لك سنه. ايوه. ولم تصف ظلم للنفس يعني. نعم. كما ذكرنا انها فرصه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثلكم ومثل اهل الكتابين اليهود والنصارى كمثل رجل استاجر اجراء. نعم. فقال من يعمل لي من غدوه الى الظهر على قيراط، يعني وقت طويل بس اجر بسيط. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من الظهر الى العصر على قيراط، اجر برضه معلوم وقت طويل. ثم قال ومن يعمل لي من العصر الى غروب الشمس على قيراطين، وقت بسيط. نعم. بس أجر أكبر. أجر أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم فأنتم هم. يقول فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فيقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ فيقولون لا، فيقال ذلك فضلي أوتيه لمن أشاء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويدفعنا إلى أن نغتنم هذا الوقت في طاعة الله جل وعلا، لأن الأيام بتاعتنا اللي احنا بنمضيها ثلاث أيام. يوم وأمس وغد. نعم. اليوم اجتهد واعمل فيه فإنه يعني لا يعود، قد لا يعود، قد لا يعود. لأن ما من يوم إلا وينادي عليك يعني اليوم بلسان الحال. نعم. أنا خلق جديد وأنا على عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الأمس رفع إلى الله جل وعلا بخيره وشره، الغد لعلك لا تدرك. فالعاقل من اتعظ بأمسه واستعد لغده واجتهد في يومه. العمر بتاعنا بيعدي بسرعة، عشان كده الشاعر بيقول ايه؟ يا وقت ما لك كم تمر سريعة. نعم. وكأنني بالأمس كنت رضيعة. العمر يمضي والحياة قصيرة، يا فوز من كان لله مطيعة. طبعا الفوز الأكبر الطاعة لله سبحانه. نعم. وتعالى، ولكن تبقى النفس في هذا الأمر وفي هذه الطاعات ما بين هذا وذاك. ولكن كيف نصبح قدوة؟ كيف نصبح يعني يتأسى بينا أولادنا في ذلك اليوم، حتى نشعرهم بأن هناك خيط برضو ما نراه ما بين البدع والابتداع وهذا. نعم. ماذا عن هذه الأمور يا فندم؟ هذه الأمور كما تفضل مولانا الشيخ علي، من الأدب ومن السنة في هذه الأيام أن نرجع ونؤوب ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونعلم أنفسنا ونعلم من نعول من أزواج وذرية فضل الله الذي يعني كما قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وذكرهم بأيام الله. نعم. إنسان يتذكر، كل إنسان فينا له يوم مع ربه. كل إنسان فينا قد مر بضيق وبتعب وضنك وحزن. نعم. فلجأ إلى الله فوجد الانفراج ووجد رحمة الله تدركه. فوذكرهم بأيام الله. يا موسى ذكر قومك بهذه الأيام المباركة. نعم. يوم أن أعطيتك التوراة، يوم أن نجيتك من فرعون ومن معه. يا قومي فهذه الآيات تحثنا نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخص أن نتعظ فيها وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم من نعول أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يقبل عليه. هذا أول. ثانيا، هذه الأيام بعض الناس يبتدعون فيها ما لا يحصى ولا يعد، حتى بعض الروايات يكون فيها ضعف أو يكون فيها أحاديث موضوعة. نعم. مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبرأ إلى الله من مثل هذه الأحاديث. توضيح هذه الأمور هامة جدا يا فندم، عشان كده دور علمائنا، عشان إحنا ككبار أولياء أمور بيقتدوا بنا أولادنا، قد نسلك بعض السلوكيات التي قد يأخذوها ويتوارثوها عن خطأ. نعم. هذه الأمور يعني بعض المبتدعين يعني يأتون بجديد ما ليس في دين الله عز وجل. ولكن نحن مطالبون بأن نمضي على المنهج السوي. الصراط المستقيم هذا يعني عندك صلاة حافظ على الصلاة. عندك صيام صم
كما كان يصوم صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تقول مثلا انا هزود هصوم ثلاث ايام مع بعض لا افطر. أيوة. فهذا يسمى وصال وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الأمة غير مطالب أن هي تفعل هذا، بل إذا فعلت أثمت. لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فالذي يواصل هذا بدل ما يأخذ حسنات سيأتي بسيئات في كفة حسناته، يتغير الحال به. الذي يعني ويترك الذنب بقى يتورثه الأجيال، يعني هذا هو بقى يسأل الله سبحانه وتعالى لمن سيتركه، والعياذ بالله. يعني هذا الذنب مضاعف سيكون في ميزانه إلى يوم القيامة، وذنب من يفعله. الأمر الآخر، بعض الناس يجي يقول لك إيه، يستحب الاكتحال ويستحب كذا وكذا. يعني يأتون بأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نفعل بقى حاجة صغيرة، أريد برضو رأي حضراتكم. نعم. في عاشوراء هذه الحلوى التي يعني نتبادلها مع بعضنا داخل الجيران، كله واشربوا الحلوى والاختضاب والحاجات الأشياء اللي هي تضع بالفعل. ولكن هو في فرق ما بين العادة والعبادة. وإحنا عندنا قاعدة بتقول الأصل في العبادة التوقيف. يعني إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحبكم الله. والأصل في العادة الإباحة. ما لم يرد نص إن هو يحرم هذه العادة. في بعض الناس يعني، وكويس اللي انتوا يعني ذكرتوا النقطة دي. بعض الناس بتجيب حاجات تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المتشددين يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعش هذا أو لم يفعل هذا فصارت بدعة. أقول لا، لأن في قاعدة بتقول الترك لا يعني التحريم. يعني مش كل حاجة النبي تركها تبقى محرمة. النبي لم يأكل الضب، الصحابة أكلوه. قال تتعافاه نفسي. فنريد أن نفهم ديننا بشكل صحيح، ونريد أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. نريد أن نغتنم هذه الأيام في طاعة الله جل وعلا. إن شاء الله يعني نحاول يعني نقتفي نهج نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بما يفيدنا وبما يفيد البشر، ولا يحدث بلبلة أو خلل في ذلك المنهج أو تلك السنة الكريمة الشريفة. مشاهدينا، تنتهي هذه الحلقة. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم مغتنمين ومستثمرين تلك الفرص وتلك مواسم الطاعات إن شاء الله لصالحنا، للفوز برضا الله سبحانه وتعالى ومحبة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه. الشكر لحضراتكم، وشكر موصول لضيوف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ أحمد المنزلاوي كان أيضا معنا في هذا اللقاء، فضيلة الشيخ علي قباشي من علماء الأوقاف. نلقاكم بإذنك يا رب العالمين مشاهدينا في الأسبوع القادم، قول جديد بإذنك يا رب على شاشة القناة الثانية من ذلك البرنامج. قولوا للناس حسنا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.